السلام عليكم. الأمن المائي العربي في خطر. الكيان الإسرائيلي يسرق المياه في الجولان ولبنان بعد سرقة فلسطين. قمة الكويت الاقتصادية استفاقت على الموضوع بعد غياب. توصيات بوضع استراتيجية ماء وتنمية في المنطقة العربية. المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه التأم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة. توصيات قمة الكويت الاقتصادية في رأس جدول الأعمال. فهل نسمع أقوالا أم نشهد أفعالا؟ انطلقت بمقر الجامعة العربية في القاهرة أعمال المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه للبحث في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وخاصة سرقة الكيان الإسرائيلي للمياه العربية. مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة في الجامعة العربية جمال جابالله قال إن الاجتماع سيناقش عددا من البنود كمتابعة تكليفات وتوصيات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت في شهر كانون الثاني يناير من العام الماضي، وخطط إمدادات المياه وسبل التعاون بين الدول العربية، كما سيتم التطرق إلى تقرير البنك الدولي عن تقويم العقبات التي تواجه تطوير المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسرقة الكيان الإسرائيلي للمياه الفلسطينية والمياه العربية الأخرى في الجولان السوري المحتل وجنوبي لبنان. وكانت قمة الكويت الاقتصادية قد أوصت بوضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية ومتابعة تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية العربية. تجدر الإشارة إلى أن الكيان الإسرائيلي يستغل احتلاله للأراضي العربية في الجولان السوري وفلسطين ولبنان، ويقوم بسرقة مياه تلك المناطق بما فيها المياه الجوفية لمصلحة المستوطنين الصهاينة، ما يشكل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الذي يكفل مبدأ السيادة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية بما فيها الأراضي والمياه. مشاهدينا، حول هذا الموضوع معنا من بيروت المدير العام السابق في مصلحة الليطاني والنائب اللبناني السابق الأستاذ ناصر نصر الله، ومن رام الله مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين الدكتور عبد الرحمن التميمي. أرحب بضيفي. أبدأ معك سيد نصر الله، من خلال خبرتك طبعا، ماذا عن سرقة الكيان الإسرائيلي لمياه الجولان ولبنان، وهل فطن العرب الآن يعني حول البعد الموضوع المائي الاستراتيجي في المنطقة؟ الموضوع يعني قديم جديد، والمشكلة بدأت منذ الستينات. نعم. بسرقة المياه المشتركة بين الأقطار العربية الأربعة اللي تفضلت عنها، وهي سوريا وفلسطين والأردن ولبنان. نعم. هذه البلدان الأربعة هي البلدان التي يتكون منها حوض نهر الأردن، وهي والمتساقطات التي تتساقط على الأراضي اللبنانية والسورية والأردنية والفلسطينية هي التي تكون نهر الأردن، وهي تشكل حوض نهر الأردن. المشكلة بدأت عام 65 في لبنان، عندما حاول لبنان بضوء استراتيجية عربية آنذاك، وضعت استراتيجية عربية للاستفادة من روافد نهر الأردن، وحاول لبنان أن يستفيد من مياه الحاصبان الوزاني التي تشكل جزءا من حوض نهر الأردن، وهي رافد من روافد الأردن إن كان على مستوى المياه السطحية أو المياه الجوفية. وفي تلك الفترة قامت إسرائيل بقصف المنشآت والتجهيزات، وظهرت نوايا إسرائيل منذ تلك الفترة بمنع الدول العربية من الاستفادة من حصتها. طيب. نحن دائما نطالب. طيب سيد نصر الله، اسمح لي طبعا سأعود إلى هذه النقطة بالتحديد، ولكن أريد أن أستمع وإياك إلى وجهة نظر الدكتور تميمي. دكتور تميمي، إذن الكيان يعمل ليل نهار على سرقة المياه الجوفية من قطاع غزة والضفة والأردن ولبنان والجولان، ويستهتر بكل المعاهدات التي أبرمتها بعض هذه الدول مع الكيان الإسرائيلي. الآن يعني
هل فتن العرب الآن إلى بعد الماء الاستراتيجي؟ أنا غير متأكد أن العرب أفاقوا من غيبوبتهم، وإن كان قد يبدو لنا أنها إفاقة مؤقتة، ولكن المشروع الإسرائيلي في استغلال المياه سواء المياه الخارجة من إسرائيل باتجاه الأراضي الفلسطينية أو المياه الداخلة إلى إسرائيل، هذه المياه يتم وضع برنامج منذ أوائل القرن، بمعنى منذ أن وصل أول مجموعة صهيونية إلى شمال فلسطين وبالذات إلى سهل بيسان، وحتى الآن هناك عمل متراكم. نعم. وعمل مبرمج وعمل مخطط له لاستغلال المياه خدمة لقيام دولة إسرائيل، وبعد عام 1953 بدأت الخطط، ما سمي الخطة الخمسية لمياه وأرض إسرائيل في ذلك الوقت، سميت هكذا، بدأوا بوضع الخطط لتحويل نهر الأردن أو ما يسمى الناقل القطري الإسرائيلي إلى داخل إسرائيل، وحتى إلى وصولا إلى النقب وحرمان الأراضي الفلسطينية. نسبة الأراضي الفلسطينية، نسبة حصة الأراضي الفلسطينية الآن من نهر الأردن هي صفر. نعم. بالرغم من كل المحاولات لإعادة هذا الموضوع، هناك مشروع كان بالجامعة العربية لاستغلال نهر الأردن في شماله في أوائل الستينات، ولكن هذا المشروع يعني بقي في الأدراج لسبب لا أعرفه. القرارات التي اتخذت في الجامعة العربية، أود أن أذكر أنه كان هناك لجنة تسمى لجنة الأمن المائي العربي، لم تعمل شيئا هذه اللجنة سوى اجتماعات بسيطة وعلى مستوى الخبراء وتوصيات لم تنفذ، وهناك لجنة الموارد المائية العربية أيضا لم تعمل أي شيء، وبالتالي أنا غير متفائل بأن هذا الاجتماع الوزاري الموجود في القاهرة أنه سيكون جدي إلى حد يعني طموحات الشعب العربي والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص. طيب، أرحب الآن من القاهرة بمدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة في جامعة الدول العربية دكتور جمال جبالله. طبعا دكتور جبالله، يعني كما سمعت الدكتور تميمي من رام الله، يعني يعتبر بأن هذا الاجتماع الوزاري لن يفضي إلى أي شيء، هناك مجموعة أو أكوام من المشاريع والتوصيات التي يعني لم ترقى إلى مستوى مواجهة ما يجري على صعيد سرقة الكيان الإسرائيلي للمياه العربية. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، بعد هذه الفترة أنشأت الجامعة العربية المجلس الوزاري للمياه، بداية ما أهداف هذا المجلس؟ هل أعد استراتيجية واضحة للأمن المائي العربي؟ شكرا على هذا السؤال. طبعا أنا لي الشرف أن أتحدث في هذه القناة العالم، وبالطبع الأسئلة اللي طرحها الأخ أسئلة مهمة، ولا ينسى الأخ بأن الجامعة العربية كمنظمة إقليمية لم تكن لديها تتوفر على مجلس وزاري يعنى بالشأن المائي في العالم العربي. وطبعا كان العمل فيما يخص الشأن المائي مشتت بين لجان ومنظمات، ولم تكن هناك جهة يعني رسمية مشرفة على هذا الموضوع. نعم. الآن الحمد لله تم إنشاء هذا المجلس. هذا المجلس طبعا عقد أول دورة تاعه كما تعلمون في يونيو حزيران الماضي، كانت أول دورة في الجزائر. الآن ومعنى ذلك أن هذا المجلس هو الذي يصبح يعنى بالشأن المائي في الوطن العربي في جميع مواضيعه وملفاته، وهذه بداية. نحن الآن مجلس تادي يعني في طرح هذه الموضوعات، وكنا قد تطرقنا على قضية سرقة المياه